بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب المرحلة الثالثة قسم إدارة الأعمال بالجامعة المستنصرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في المحاضرات الإلكترونية عبر منصات المختلفة جوجل كلاس روم وقناة التليجرام وأيضا قناة اليوتيوب لمادة الإدارة المالية 2، ونحن الآن في موضوع تحليل التعادل. وصلنا إلى حل التمارين. لدينا ثلاثة تمارين. التمرين الأول كما هو أمامكم وهي موجودة لديكم في الملزمة وفي الكتاب، توفرت لديك المعلومات الآتية عن المنتوج سين. عدد الوحدات المباعة تبلغ 60,000 وحدة، وسعر البيع للوحدة الواحدة هو 6 دينار، ومجموع التكاليف الثابتة يبلغ 60,000 دينار. قيمة الاندثار هو 45,000 دينار، والتكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة تبلغ 3.6 دينار. المطلوب إيجاد نقطة التعادل بالوحدات والمبالغ، والمطلوب الثاني هو إيجاد نقطة التعادل النقدية بالوحدات والمبالغ، والمطلوب الثالث إيجاد عدد الوحدات التي يجب بيعها لتحقيق ربح مقداره 30,000 دينار. نأتي إلى الحل وفقا لهذه المعطيات وهذا أو هذه المطالب الثلاثة. المطلوب الأول كما تتذكرون أن نقطة التعادل بالوحدات تساوي التكاليف الثابتة مقسومة على سعر البيع ناقصا التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة. سعر البيع ناقص تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة هو عائد المساهمة. إذن التكاليف الثابتة معطاة بالسؤال 60,000 دينار مقسوما على سعر البيع 6 دينار ناقصا 3.6 هو التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة، ويساوي 60,000 على 2.4 ويساوي 25,000 وحدة. نقطة التعادل بالوحدات 25,000 وحدة. نقطة التعادل بالمبالغ تساوي نقطة التعادل بالوحدات في سعر البيع. بعد أن استخرجنا نقطة التعادل بالوحدات نقوم بضرب هذه القيمة في سعر البيع لنحصل على نقطة التعادل بالمبالغ. إذن نقطة التعادل بالمبالغ تساوي نقطة التعادل بالوحدات في سعر البيع، ويساوي 25,000 في 6 دينار ويساوي 150,000 دينار نقطة التعادل بالمبالغ. إذن نقطة التعادل بالوحدات 25,000 وحدة، ونقطة التعادل بالمبالغ هي 150,000 دينار. المطلوب الثاني هنا ممكن استخدام طريقة ثانية بإيجاد نقطة التعادل بالمبالغ. استخرجناها سابقا بالقانون، نقطة التعادل بالمبالغ تساوي عدد الوحدات أو نقطة التعادل بالوحدات ضربناها في سعر البيع. هنا ممكن استخراج أو تحديد نقطة التعادل بالمبالغ بصورة مباشرة من خلال تطبيق القانون الآتي. يعني هذه طريقة ثانية للحل، مو تكملة للحل، وإنما طريقة ثانية للحل ممكن أن يلجأ إليها الطالب لإيجاد نقطة التعادل بالمبالغ بصورة مباشرة حسب القوانين التي طرحناها أو تناولناها في المحاضرات السابقة. نقطة التعادل بالمبالغ تساوي التكاليف الثابتة مقسومة على سعر البيع ناقصا التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة مقسومة على سعر البيع. هذه القيمة في المقام هي عبارة عن نسبة عائد المساهمة. نسبة عائد المساهمة تساوي سعر البيع ناقص التكاليف المتغيرة مقسومة على سعر البيع. إذن نقطة التعادل بالمبالغ تساوي 60,000 على نقطة 60,000 شنو التكاليف الثابتة مقسومة على 6 دينار سعر البيع ناقصا 3.6 تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة مقسومة على 6 هو أيضا سعر البيع، تكون نتيجة 60,000 مقسومة على 2.4
مقسومة على 6 ويساوي 60,000 تقسيم 0.4. 0.4 هو ناتج 2.4 تقسيم 6 يكون 0.4، و 60,000 مقسوم على 0.4 يساوي 150,000 دينار. طبعا ال 150,000 دينار نقطة التعادل بالمبالغ، هي نفسها نقطة التعادل بالمبالغ اللي أوجدناها بالطريقة الأولى. الطالب مخير باستخدام الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية في استخراج نقطة التعادل بالمبالغ. نقطة التعادل بالمبالغ، نعم، هذا المطلوب الأول. المطلوب الثاني، مطلوب تحديد نقطة التعادل النقدية، كاش بريك إيفن بوينت. نقطة التعادل النقدية كاش بريك إيفن بوينت باي يونتس، يعني بالوحدات، باي يونتس بالوحدات. نقطة التعادل النقدية بالوحدات. أيضا لدينا القانون، نقطة التعادل النقدية بالوحدات تساوي التكاليف الثابتة ناقصا الاندثار مقسوم على عائد المساهمة الذي هو عبارة عن سعر البيع ناقصا التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة. إذن التكاليف الثابتة هي 60,000 دينار ناقصا الاندثار 45,000 دينار مقسوم على سعر البيع اللي هو 6 دينار ناقصا التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة 3.6 ويساوي 60,000 ناقصا 45,000 15,000، 6 ناقصا 3.6 2.4 ويساوي 6,250 وحدة. إذا نقطة التعادل النقدية بالوحدات تساوي 6,250 وحدة. نقطة التعادل النقدية بالمبالغ نفس القانون، نستخرج نقطة التعادل النقدية بالوحدات فقط، نقوم بضربها في سعر البيع، نقوم بضربها بسعر البيع. إذا نقطة التعادل النقدية بالوحدات تساوي 6,250، 6,250 في 6 دينار يساوي لنا 37,500 دينار. لاحظ عزيز الطالب أن نقطة التعادل النقدية بالوحدات وبالمبالغ هي أقل دائما من نقطة التعادل الاعتيادية اللي استخرجناها. نقطة التعادل الاعتيادية كانت 25,000 وحدة بالوحدات، هنا جاي 6,250، وبالمبالغ استخرجنا نقطة التعادل النقدية كانت تبلغ 150,000 دينار، هنا فقط 37,500 دينار. ممكن استخراج نقطة التعادل النقدية بالمبالغ بالطريقة الثانية، وهذا هو واجب بيتي على الطالب أن يقوم بحل هذا التمرين أو هذا المطلوب، بإيجاد نقطة التعادل النقدية بالمبالغ، بالمبالغ من خلال الطريقة الثانية وإرساله بإرسال الحل على قناة التليجرام على الخاص طبعا أو على منصة الجوجل كلاس روم. نعم. المطلوب الثالث هو عدد الوحدات لتحقيق الربح المستهدف، عدد الوحدات لتحقيق الربح المستهدف، ويساوي التكاليف الثابتة زائدا الربح المستهدف مقسوم على عائد المساهمة اللي هو سعر البيع ناقصا تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة. التكاليف الثابتة من السؤال 60,000 دينار زائدا 30,000 دينار هو الربح المستهدف أيضا معطى بالسؤال، مقسوم على عائد المساهمة سعر البيع ناقص تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة هو 2.4. إذا تكون عدد الوحدات المطلوبة لتحقيق ربح مقدار 30,000 دينار هو 37,500، يعني على الشركة أن تقوم ببيع 37,500 وحدة لتحقيق ربح مستهدف مقداره شقد كم؟ مقداره 30,000 دينار. هذا هو التمرين الأول. انتبه للتمرين الثاني. التمرين الثاني أمامك البيانات الآتية عن المنتوج صاد، عدد الوحدات المباعة 1,000 وحدة، سعر البيع 80 دينار، تكاليف ثابتة النقدية 30,000 دينار، تكاليف ثابتة غير النقدية الاندثار 30,000 دينار، مجموع التكاليف المتغيرة 40,000 دينار. هنا أعطانا بيانات مختلفة عن البيانات الأولى بصورة غير مباشرة، أعطانا مجموع التكاليف المتغيرة وليس التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة،
وأعطانا تكاليف ثابتة نقدية وتكاليف ثابتة غير نقدية، لم يعطنا التكاليف الثابتة الإجمالية أو الكلية بصورة مباشرة. أيضا طلب إيجاد نقطة تعادل بالوحدات والمبالغ، وإيجاد نقطة التعادل النقدية بالوحدات والمبالغ، وإيجاد مقدار الربح المتحقق عند بيع 15,000 وحدة من المنتوج. مقدار الربح المتحقق إذا بعنا 15,000 وحدة، ما هو الربح المتحقق من خلال هذا العدد من الوحدات؟ إذا الحل نقطة التعادل، نقطة التعادل بالوحدات تساوي حسب القانون الذي لدينا التكاليف الثابتة مقسومة على سعر البيع ناقص تكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة. هنا نلاحظ عدم وجود تكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة. بالسؤال ما أعطانا تكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة، وإنما أعطانا مجموع التكاليف المتغيرة اللي مقدارها 40,000 وحدة. لذلك أولا يجب علينا إيجاد تكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة وفقا للقانون الآتي. كيف نجد تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة؟ من القوانين التي أخذناها في كشف الدخل بالإدارة المالية واحد بالفصل الأول الثاني، يعني القوائم المالية، ولذلك الإدارة المالية اثنين هي تكملة الإدارة المالية واحد، وهذه من القوانين السابقة بالكورس الأول. إذا التكاليف المتغيرة الإجمالية تساوي عدد الوحدات المباعة في التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة. ما هذا قانون؟ هذا قانون خاص بكشف الدخل من الإدارة المالية واحد. إذا تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة سوف تكون تكاليف متغيرة الإجمالية مقسومة على عدد الوحدات المباعة، والتكاليف المتغيرة الإجمالية هي 40,000 دينار، نقسمها على 1,000 وحدة واحدة، قمنا ببيع 1,000 وحدة. إذا التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة، الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة هي 40 دينار. هاي ممكن أن نستخدمها الآن، 40 في القانون، ولا نقوم بوضع لا تقوم باستخدام 40,000 دينار وتضعها في القانون. هذه التكاليف متغيرة إجمالية كلية لا يمكن استخدامها بالقانون، وإنما نستخدم تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة بعد أن أوجدناها، مقدارها 40 دينار وليس 40,000 دينار، قمنا بتقسيمها على 1,000 وحدة مباعة. إذا هنا أيضا نحتاج التكاليف الثابتة الكلية لإيجاد نقطة تعادل بالوحدات، ولكن أيضا نلاحظ بالسؤال لم يعطنا التكاليف الثابتة الكلية بصورة مباشرة، وإنما أعطانا تكاليف ثابتة نقدية وتكاليف ثابتة غير نقدية. تكاليف ثابتة نقدية وتكاليف ثابتة غير نقدية، أيضا نستخدم هذا القانون اللي أخذناه بالمحاضرات السابقة. التكاليف الثابتة الكلية هي عبارة عن تكاليف ثابتة نقدية وتكاليف ثابتة غير نقدية. معطينا التكاليف الثابتة النقدية بالسؤال 30,000، والتكاليف الثابتة غير النقدية أيضا 30,000. سوف تكون لدينا مجموع التكاليف الثابتة أو التكاليف الثابتة الكلية هي 60,000 دينار. الآن فقط نستطيع تطبيق قانون نقطة التعادل، لأن أوجدنا التكاليف الثابتة الكلية وأوجدنا التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة التي بلغت 40 دينار. إذن نقطة التعادل بالوحدات تساوي 60,000 دينار، هي تكاليف ثابتة مقسومة على 80 ناقصا 40، 80 هو سعر البيع ناقصا 40 تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة، تساوي 60,000 دينار على 40 ويساوينا 1,500 وحدة. ها شنو نقطة التعادل؟ نقطة التعادل بالوحدات 1,500 دينار. إذا نستطيع إيجاد نقطة التعادل بالمبالغ وفقا للقانون الأول، نقطة التعادل بالوحدات في سعر البيع وتساوي 1,500، نقطة التعادل بالوحدات سعر البيع 80 ويساوي لنا 120,000 دينار، هو نقطة التعادل بالمبالغ. الآن باقي المطالب هي واجب بيتي للطالب، نقطة التعادل النقدية واجب بيتي، والمطلوب الثالث أيضا واجب بيتي، وأيضا إيجاد نقطة التعادل بالمبالغ بالطريقة الثانية واجب بيتي، يعني تكملة السؤال تكملة المطلوب الأول أيضا واجب بيتي بالنسبة للطالب، يقوم بحلها وإرسالها، وبعد ذلك سوف أقوم أيضا أنا بحل هذه التمارين وإرسالها لكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. تمرين ثالث، لديك البيانات الآتية عن منتوج سين، تكاليف الكلية 10,000، تكاليف متغيرة الكلية
40,000، إيراد المبيعات 160,000، عدد الوحدات المباعة 20,000 وحدة. المطلوب إيجاد نقطة تعادل بالوحدات والمبالغ، إيجاد نقطة تعادل النقدية والوحدات والمبالغ إذا علمت أن قيمة الاندثار 24,000 دينار، وإيجاد عدد الوحدات المباعة لتحقيق ربح مقداره 30,000 دينار. طبعا هذا أيضا التمرين بجميع مطلوباته هو واجب بيتي، وهنا مساعدة لكم. مفتاح الحال هو من خلال إيراد المبيعات. أذكركم بهذا القانون اللي هو من المحاضرات الخاصة بكشف الدخل بالكورس الأول، تساوي عدد الوحدات المباعة في سعر البيع. أرجو من الطلاب جميعا القيام بحل هذه الواجبات وإرسالها على قناة أو مجموعة التليجرام على الخاص، إرسالها لي على الخاص أو إرسالها على جوجل كلاس روم بصورة مكتوبة يدوية، اكتبها بكتابة يدوية وصورها وأرسلها لي على الخاص لتكون جزء من تقييم درجتك في الكورس الثاني إن شاء الله. وشكرا جزيلا أعزائي لإصغائكم جميعا.